الحلقة النهاردة هنتكلم عن خطة أسعار ويل جديدة اللي هتغير في الانترنت في مصر، والساعات والباقات اللي مش متناسبة تماما مع أحجام الألعاب، وهنتكلم كمان عن أخبار بلاي ستيشن 5 ولا إكس بوكس بروجكت سكارلت والرايزن الجيل الثالث وتسريباته الكتير وتغطية سريعة للي حصل مع هواوي وأول نموذج يطلع بكاميرا مدفونة تحت الشاشة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الويكلي نيوز، أنا أحمد عزيز من عرب هاردوير. في اخبار جديده عن خطه اسعار وي الجديده للانترنت باسم وي سبيس. خطه الاسعار دي متقسمه 3 مراحل. يقال ان اول مرحله باسم سوبر هتبقى بسرعه 30 ميجا، وتاني مرحله باسم ميجا هتبقى 70 ميجا، وتالت مرحله باسم الترا هتبقى 100 ميجا، وكل باقه منهم متقسمه مراحل لساعات التحميل سواء 250 جيجا او 600 جيجا او اكتر او اقل. الاسعار تعتبر منافسه جدا لنفس الباقات الحاليه لنفس السرعات، او نقدر نقول احسن من اللي موجوده دلوقتي. المشكله بس في حاجه واحده، هي سرعه الانترنت بعد ما الباقة تخلص او بعد ما تحمل وتستهلك باقة النت، لان السرعة هتنزل من 70 او 100 ميجا لربع ميجا. يعني انت متخيل واحد عايش ب 100 ميجا لما يقل لربع ميجا هيبقى عامل ازاي؟ اكيد هيشحن باقة اضافية، ومع الساعات القليلة جدا للباقات دي فانت اكشلي مش هتدفع 250 ولا 300 جنيه بس، فانت هتقعد تشحن باقات اضافية بفلوس زيادة، ال 20 جيجا الزيادة ب 30 جنيه وال 100 جيجا الزيادة ب 100 جنيه، فانت هتلاقي نفسك كل شهر بتدفع فلوس باقات اضافيه لان الساعات بتاعتها قليله. وليه اصلا يبقى فيه ساعه؟ هل الانترنت موارد محدوده محتاج ان انت ترشد استهلاكك فيها؟ الانترنت مش معدن بيقل او بيخلص، مهما استهلكت الجيجات الجيجات هتفضل موجوده. غير كده بقى، والموضوع المهم النهارده، ان بقالنا اسبوع والناس كلها بتشتكي ان باقاتها الحاليه خلصت. انا شخصيا باقتي خلصت 4 مرات باربع باقات اضافيه، وانا فعليا ما بسلكش الانترنت في تحميل او في اي حاجه، كل اللي انا بعمله بس شويه يوتيوب قبل ما انام وبس. فانا متاكد مليون في المية ان استهلاك اللي طلع على الموقع واللي قالوا لي ان خلصت الباقه الكلام ده مش صحيح، وده تقريبا بياكده الاف الناس غيري على السوشيال ميديا دلوقتي. ما اقدرش اقول انها سرقه، بس على الاقل في غلطات في العداد بتاع الاستهلاك. لو انت بتشتكي من المشكله دي فقول لي في الكومنتس تحت. وعموما احنا هنا في عرب هاردوير الفتره اللي جايه هنعمل تيست، وهعمل حاجه كده اقيس استهلاكي بالظبط من الراوتر، ويا ريت يطلع ولو فرق 1 جيجا. من اول الاشاعات واحنا متابعين اول باول كل الاخبار الخاصه بالبلاي ستيشن 5 والاكس بوكس الجديد بروجكت سكارلت، من اول موعد الاصدار لحد المواصفات وحتى الاسعار، وتقريبا كل الناس بتتكلم وبتتوقع مين احسن. وانا عايز اقول لكم ان لسه بدري جدا على الكلام ده يا جماعه، كل اللي معانا دلوقتي شويه اشاعات وتسريبات، ما تقدرش تخمن مين الجهاز الاقوى، واحنا لسه فعلا مفيش في ايدينا اي اجهزه. فكل الفان بويز وكل الناس المتعصبه لشركه بعينها، يا ريت نستنى ونشوف ده على ارض الواقع. وده مش كلامي انا، ده كلام مبتكر لعبه مورتال كومبات على تويتر، اللي قال في تويتر لي ان مفيش جهاز احسن من التاني لسه. ازاي عرفتوا الاقاويل والاخبار دي؟ مفيش حد لسه اشتغل على النسخ النهائيه من الجهازين، بالتالي مفيش حد يقدر يحكم. تقريبا اكتر خبر غريب سمعناه الفتره اللي فاتت هو ان اليوتيوبر المشهور اتيكا اتوفى بعمر 29 سنه، وكنا في الاول مش عارفين هو مات فعلا ولا انتحر، بس مع الوقت اتاكدنا انه انتحر فعلا، وساب لنا كمان رساله انتحار مؤثره جدا، وكانت رسالته قبل ما ينتحر: ما تخلوش السوشيال ميديا تسرقكم وتسرق حياتكم، وتأسف للناس اللي ما قدرش يساعدها في حياته، وانه في الاصل ما كانش قادر يساعد نفسه. اتيكا كان عنده حوالي 1,000,000 سبسكرايبر على اليوتيوب، وبعدها القناه اتقفلت بعد ما قرر انه ينتهك معايير يوتيوب بشكل فاضح، وبعد كده انتقل لتويتش واللي اتطرد منه هو كمان لنفس الاسباب، وفي الاخر انتقل لانستجرام علشان يعمل الستريمز بتاعته. ومر بفتره كان عمال يشتم في كل الناس والبشر، وانه كاره الحياه وانه مش عارف يعيش، وتويت قبل كده انه كان عايز يقتل نفسه ويضرب نفسه بمسدس، وبعدها عرفنا انه راح لمستشفى او دكتور نفسي، بس برضه بعد ما خرج ما بطلش يتويت نفس الحاجات الغريبه لحد ما قرر ينتحر الاسبوع اللي فات بعد ما تم تبليغ ان هو مختفي بقاله 6 ايام. العبره في القصه مش الجيمنج، ويمكن لاول مره في ويكلي نيوز نكتب خبر زي ده، خبر وفاه يوتيوبر ملوش علاقه بالجيمنج على قد ما هو ليه علاقه بانسانيتنا احنا، لان احنا في الجيمنج مش مفصولين عن المجتمع والحياه، احنا جزء منها. فلو تعرف حد او حسيت ان في حد محتاج منك مساعده، رجاء شخصي حاول تساعده، مش انك توري له قد ايه ان الحياه حلوه وردي، وان هو السبب في غلطاته، وان هو اللي مش باصص لنص الكوبايه المليان. حسسه انك واثق فيه، وانه يقدر يكمل، وانه بيحاول، وانه حتى لو ما قدرش ينجح دلوقتي فهو هينجح بعدين، لان تقريبا في ناس كتير جدا محتاجه مساعده والمستخبي بينا كتير، فلو مش انت فغيرك. اتمنى رسالتي تكون وصلت. في خبر غريب جدا بيقول ان رئيس شركه فولف نوه، او نقدر نقول كان بيهزر على موضوع هاف لايف 3. احنا عارفين عقده فولف دايما ان مفيش جزء ثالث من اي لعبه بتعملها، عندها عقده من رقم 3، عندها
عندك Team Fortress 2 وقفت عند 2، عندك Half-Life 2 وقفت عند 2، عندك Dota 2 وقفت عند 2، كلها ألعاب نزل منها جزئين بس. لكن الغريب بقى إن في Event Index VR الخاص بفولف رئيس الشركة قال إن Half-Life 1 ساعدتهم إن هم يبنوا Half-Life 2 وSource 1 لSource 2، وده اللي بيخليهم يفكروا إن هم ممكن يوصلوا للرقم 3. اللي مضايقني من الشركة إنها بتلعب بمشاعر الناس وأعصابهم. يمكن الموضوع مش مهم عند ناس كتير، بس إنك تهزر في الموضوع وتاخد ارتباط الناس وتعلقهم بلعبة زي دي مش كويس خالص. فسواء بقى كنا هنشوف Half-Life 3 ولا لا، فمش عايزين الموضوع يقلب بهزار. تسريبات ظهرت من يومين عن أداء رايزن الجديد الجيل الثالث. التسريبات كانت مفاجأة بصراحة. التسريبات بتقول إن أداء الكور الواحد للرايزن 5 3600 وصل لأداء يقدر يعدي أداء الكور i9 9900 كي من انتل. في تسريب لموقع باس مارك والبنش مارك الخاص بيهم بالأداء العام، فالمعالج الجديد من AMD الستة كور 12 ثريد هيكون مقارب جدا في الأداء للإنتل 9900 كي الثمانية كور 16 ثريد. أما السنجل ثريد والكور الواحد فالمعالج الجديد من AMD هيكون أداؤه معدي أداء المعالج من إنتل بحبة بسيطة. الأخبار والتسريبات دي مبشرة لدرجة تخلينا ما نصدقهاش ونقول عليها فيك، لأن الرايزن 5 3600 مش هو أقوى معالج من AMD. المعالج ده يعتبر فئة متوسطة، ده ب200 دولار. فأنا بصراحة على قد ما أنا مستني الجيل الثالث من رايزن، لكن مش مصدق التسريبات أو الأخبار دي، ومستني الإصدار النهائي قريب جدا. بقالنا فترة كبيرة وأغلب الأخبار مهتمة بلعبة سايبر بونك 2077 اللي بتتطور بقالها سنين ومستنيينها بفرغ الصبر، واللي أخيرا في E3 اللي فات عرفنا موعد إصدارها في إبريل 2020 اللي جاي. اللعبة فاجأتنا الفترة اللي فاتت بمفاجآت كتير جدا، منها ظهور ممثلين في تريلر اللعبة واللي خلانا نستنى لعبة مشوقة أكتر وأكتر. فلكل الناس بقى اللي مستنية لعبة سايبر بونك 2077 أحب أقول لك إن فضوا مساحة حوالي 100 جيجا وأكتر على البي سي الخاص بيه، فمساحتها على البي سي بنسبة كبيرة هتعدي 100 جيجا، أما على البلاي ستيشن والإكس بوكس فهتبقى حوالي 80 جيجا بس، ودي طبعا مساحات ألعاب كبيرة جدا. بس الجزء الحلو في الموضوع إن ده يخلينا نتوقع لعبة فيها عالم ضخم وتفاصيل كتير وعدد ساعات لعب كتير، بالتالي الزيادة هنا حلوة. بس حد يقول لي ويه بقى إن ساعة ال 300 جيجا دي مش كفاية، لأن إحنا في 2019 ولعبة واحدة ممكن تعدي ال 100 جيجا. الأسبوع اللي فات إحنا في عرب هاردوير استضفنا باشمهندس طارق صلاح مدير مبادرة أو منحة الـ NTL والـ AEL علشان يجاوب بنفسه على كل أسئلتكم واستفساراتكم. أسئلة زي أقدم إزاي وإيه هي الشروط بالظبط وإيه هي الغرامة ويعني إيه ستادي جروبس وأسئلة تانية كتير. اللايف ده كان لمدة ساعة وكان مفيد جدا جدا لكل الناس المهتمية أو بتشاور عقلها أو عايزة تعرف أكتر عن المنحة أو المبادرة. فاللايف هسيبه لكم تحت في الديسكربشن عشان تتفرجوا عليه، وأكيد هتلاقوا إجابات لكل أسئلتكم. أول امبارح الرئيس الأمريكي ترامب قال في تصريحات إنه هيسمح للشركات الأمريكية تاني إنها تتعامل مع شركة هواوي، ده بعد ما قعد مع الرئيس الصيني في قمة اقتصادية اسمها G20. التصريحات دي جت متوقعة بعد ضغط الشركات الأمريكية خصوصا جوجل على الإدارة الأمريكية إنها تتراجع عن خطوة المنع، لأن خطوة المنع دي سببت خسائر كتير، خصوصا إن الشركات الأمريكية كتير بتعتمد على الصين في البيزنس بتاعها، سواء إنها تبيع لها أو تصنع عندها زي أبل مثلا. فكنا عملنا فيديو تحليل للخطوة دي وإزاي شايفين الموضوع ده على قناتنا أرتك، فلو لسه ما شفتهوش شوفوا من الآي من هنا. فاكرين لما تم الإعلان عن الآيفون 10 لأول مرة كان انطباعنا أبل ساعتها بدأت ترند النوتش، إنهم عايزين يوصلوا لموبايلات بحواف قليلة جدا، فكل حاجة تقريبا كانت يا إما بتتشال خالص يا إما بتتحط في مكان تاني إلا الكاميرا. وفضلت الكاميرا عقدة الموبايلات لأنهم مش عارفين لا يحطوها تحت الشاشة ولا عارفين يحطوها في أي مكان تاني. وفضلنا في اختراعات، مرة تتحط في نوتش صغيرة جدا في نص الشاشة، مرة تتحط في زي ثقب كده في الشاشة، ومرة تتحط في سلايدر تدفن جوه الموبايل، والاختراعات كانت كتير جدا لحد MWC نسخة شنغهاي اللي كان في الصين من أسبوع، وأوبو أعلنت فيه بشكل رسمي عن أول كاميرا تحت الشاشة. الكاميرا تبقى مدفونة تحت طبقة الشاشة، ولما الكاميرا بتشتغل حتة من الشاشة بتقلب أسود اللي موجود فيها الكاميرا، والكاميرا تبتدي تشتغل عادي جدا. كونسبت زي ده أنا شايفه جاي من 3-4 سنين قدام، هو ده مستقبل الموبايلات الفترة اللي جاية، هو ده فعلا مرحلة ما بعد النوتش. بس ده لسه مش دلوقتي، علشان الصورة اللي بتطلع من الكاميرا اللي زي دي زي ما شفناها بتبقى بلوري قوي ومنغمشة جدا ومش شارب خالص زي الكاميرات السيلفي العادية، وده طبعا لأن ده أول نموذج يطلع من الفكرة دي. بس لسه هنشوف تطوير جدا للفكرة دي الفترة اللي جاية. أعتقد كمان إن سامسونج عندها حاجة مشابهة، ما أعتقدش هتطلع في النوت 10 بس أعتقد هتطلع في الأجيال اللي جاية من الـ S11 واللي بعده. ودي كانت كل الأخبار اللي عندنا النهاردة. لو عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر عن الأخبار دي زوروا عرب hardware.net والإنستجرام تويتر فيسبوك يوتيوب. باي.